شابا أرسله أبوه مرة ليتعلم التجارة، والأب تاجر لكن يريد ولده يعني لا يرث المال هكذا ويبدأ يعبث به، يريد الولد يكون رجال ويتاجر. أعطاه 1000 دينار، قال اذهب يا ولدي إلى البلدة الفلانية وأحضر منها البضاعة الفلانية وتعال. قال الولد طيب يا أبي احنا عندنا فلوس والحمد لله. قال نعم عندنا فلوس، لكن يا ولد الفلوس ما تبقى، الخبرة هي التي تبقى، اذهب. فذهب الشاب ونزل أثناء الطريق تحت شجرة ليرتاح، فرأى ثعلبا كسولا يجر خطاه حتى جاء واضطجع تحت شجرة قريبة منه، ثم رأى غزالا يركض بأقصى سرعة، وراء الغزال أسد، والأسد يركض والغزال يركض، والأسد مصر أن أصيد الغزال، والغزال مع ركضه تتطاير الحصى من تحت رجليه والغبار، ويضرب في وجه الأسد ويضرب في منخاره ويشم الغبار، وهم صر أني لازم أصيدك. والشاب هذا جالس ينظر لها الأسد والغزال، والأسد تعب لكنه مصر أني سوف أصيد الغزال، حتى استطاع أن ينقض عليه وصاده، ثم قتله وأكل منه شيئا يسيرا وذهب الأسد إلى سبيله. فقام الثعلب الكسول وأقبل إلا والله لحم طري جديد ما تغير، والله لا صاد ولا ذبح ولا قتل، مرتاح. وأقبل وأكل ما شاء الله من هذا اللحم الذي بين يديه حتى ملأ بطنه، ثم ذهب واضطجع تحت الشجرة. الشاب جعل ينظر، قال في نفسه والله يا أخي الأسد مسكين تعب وغبار وحصى وركض وبعدين أكل وملأ بطنه، وهذا الثعلب مرتاح وجاه الرزق إلى عنده، يعني أنا بموت من الجوع، إيش اللي تعبني أروح وأجي وأبحث؟ يا رجال خلني أرجع لأبي بس لن أموت من الجوع. فرجع إلى أبيه بال1000 دينار، قال له أبوه يا بني ما جاء بك ما جاء بك؟ قال يا أبتي قد رأيت كذا وكذا، رأيت ثعلبا كسولا وجاء الأسد وتعب نفسه وبعدين صاد الغزال، والثعلب جاءه الرزق إلى مكانه، أكل وشربه فرحان مرتاح، لن أموت من الجوع. فقال له أبوه واجعلها عبارة دائمة أمامك، قال يا بني أعلم أنك لن تموت من الجوع، لكني أريدك أن تعيش أسدا لا ثعلبا، أبغاك يا ولدي أنت الأسد، كما قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، أنا باكل والفقير بياكل لكن أنا يدي أفضل من يده، لأني أنا اللي أحط الريال وهو ماد يده تحت، اليد العليا خير من اليد السفلى، وقال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال وكلاهما فيه خير، يعني كلاهما فيه خير لكن ترى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.